بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة هذا الكتاب كتاب رائع وكتاب مبسط، وليس المقصود منه أن نصير علماء بمصطلح الحديث، إنما نعرف ما يعني المقصود من هذه المادة، ما هو علم مصطلح الحديث، ما هو الحديث الصحيح، ما هو الحديث الحسن، ما هو الحديث المشهور، ما هو الحديث العزيز، ما هو الحديث الضعيف، ما هو الحديث الموضوع، ما هو شروط العمل بالحديث الضعيف، وهكذا. يعني كنا ناخذ فكرة في هذا الموضوع. أحكام التصحيح والتحسين والتضعيف. افتحوا عليه ابني 55، صفحة 55. اقرأ سليم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. تعود هاني مشان صوتك يطلع سيك المدركون. أيوة أعطيه كرسي. لا عدل يلا حط المدركون بصدرك. اقرأ لنا العبارة الأولى ونشوف. أحكام التصحيح والتحسين والتضعيف. يجوز التصحيح والتحسين والتضعيف للأحاديث لمن قويت معرفته وتمكنت أهليته ولا يعلم خلافه. ولا يعلم، لو صححنا لا تزعلوا. الله يرضى عليك. شوف ما أحلى، أحسن الله إليكم. دعالي. نعم. ولا يعلم خلاف حقيقي في هذا الأمر، وقد صحح الأئمة عبر القرون أحاديث وحسنها. لا تتلبك ابني. وقد صحح الأئمة عبر القرون أحاديث وحسنوها وكذا ضعفوا بعضها، وكانوا أهل الاطلاع والتمكين. طيب قوم على مقعدك، ولا بنجيب واحد تاني لقدامنا. طيب إذا العلماء لهم أن يصححوا بالضوابط حديثا من الأحاديث، ولهم أن يحسنوا، ولهم أن يضعفوا. يعني طيب هي قضية اعتباطية؟ لا، قضية لها شروط. فهذا الحديث يعني اتفقت معه شروط التصحيح فيصحح، فيحكمون عليه. يعني شلون بلد تشبيه بيحكموا على فلان بالبراءة وبيحكموا على فلان بالسجن؟ من الذي يفعل ذلك؟ قاضي متمرس يخاف الله، عنده علم، ما هيك؟ كذلك في الأحاديث يحكمون على هذا الحديث بأنه صحيح لذاته، صحيح لغيره، أو حسن لذاته أو حسن لغيره، أو ضعيف، والضعيف على مراتب، وضعيف أو شديد الضعف أو إلى غير ذلك. فالعلماء يفعلون ذلك، وليس أنا وأن ليس كل من يعني مثل ما بيقولوا قرأ له كلمتين بده يشتغل بقى بالتصحيح والتضعيف وما إلى ذلك. وأما الحكم بالوضع، تعا يا نور وبعد من إبراهيم حط الميكروفون بصدره. وأما الحكم بالوضع، فلا يجوز التسرع فيه إلا حيث يظهر أمره كالأحاديث طوال الركيكة التي وضعها القصاص أو ما فيه مخالفة للعقل أو الإجماع. الله يعطيك. يعني خلينا نكمل بالأول. أنتوا لما نقرأ الآن مثلا في سنن الترمذي حديث حسن صحيح، ما معنى هذا؟ يعني حسن لذاته صحيح لغيره. ماذا فعل الإمام الترمذي؟ حسن الحديث وصححه. فحسن لذاته إذا اجتمع معه حديث آخر صار صحيحا لغيره، وإذا لم يجتمع فيبقى حسنا لذاته، وإذا كان بمستوى أقل في درجة الحسن فحديث سند آخر، طريق ثالث فيقال حسن
لغيره. فهذه العبارة تجدونها كثيرا عند الإمام الترمذي، حديث حسن، حديث حسن صحيح. والآن سيأتي في نهاية الصفحة بعبارة خاصة بالإمام الترمذي يذكرها كثيرا، سنأتي عليها. الآن الحكم بالوضع، التصحيح والتحسين والتضعيف هذا لا يكون إلا لأصحاب الصنعة المتمرسين في هذا العلم. ومع ذلك فإذا انتقلنا إلى موضوع الوضع، موضوع الوضع خطير. إذا قلت هذا الحديث موضوع يعني فيه كذاب، فينبغي أن نتريث حتى نتأكد أنه فعلا فيه كذاب أم لا، وهذا الحديث موضوع أم لا، وهل له طريق آخر صحيح أم لا. فهذا لذلك قال لك: وأما الحكم بالوضع فلا يجوز التسرع فيه إلا حيث يظهر أمره. كيف يظهر أمره؟ حتى أنت لو ما بتعرف بالحديث تلاقي حديث طويل 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 من باب القصة وركيك وضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أوتيت جوامع الكلم. والحديث الشريف هو ثاني مصدر للغة العربية، أول مصدر القرآن، بعد ذلك السنة، بعد ذلك شعر العرب وكلام العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني إمام في اللغة العربية، فلا يتكلم كلاما ركيكا. فإذا وجدت كلاما ركيكا ولا يتكلم كلاما طويلا إلا نادرا وأيضا متزنا و نعم شوف الميكروفون ما في شيء ما شاء الله الله يبارك. بس الكبسه لفوق. جزاك الله خيرا. انا عم بقول والله عم علي صوتي ما عم كلكم ما انتبهتوا روحوا الله يرضى عليكم. فيقول: اما الحكم بالوضع، يعني ان تحكم، مو انت ورد بالله، مو انا، اهل هذا العلم، ان يحكم على حديث ما بالوضع فلا يجوز التسرع فيه إلا حيث يظهر أمره. كيف؟ قال: كالأحاديث الطوال الركيكة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم نادرا ما يتكلم حديثا طويلا ولا يتكلم كلاما ركيكا أبدا. اللغة العربية لغة مثل طريق ترمواي، تمشي الطريق تعرف لو واصل أبدا، منضبطة عجيبة اللغة العربية وجميلة اللغة العربية. وأنا مرة بعثت لكم هيك فيديو لعميدة كلية أو رئيسة كلية في كوريا عم تتغزل باللغة العربية، والله يمكن جوزها ما بتحكي حقه هيك كلام حلو. هي اللغة العربية وهي كورية والجامعة في كوريا، فهذه اللغة العربية ما بدنا نستهين فيها، هذه لغتنا ويكفي أنها لغتنا ولغة النبي عليه الصلاة والسلام نبينا ولغة قومنا ولغة القرآن الكريم. وهذا أول شيء بدأت لغتنا، لكن هي أول شيء ماذا نقول؟ يعني حتى الإنسان الكركي بده يتعلم اللغة العربية، لأنه بده يقرأ الفاتحة، بده يقرأ القرآن، بده يقرأ التفسير. كيف بده يقرأ القرآن إذا لم يكن متقنا للغة العربية؟ كذلك الماليزي، أنا والله كان عندي طلاب من ماليزيا وإندونيسيا وأفريقيا، بس أكثرهم كانوا ماليزيا وإندونيسيا. أفريقيا جاني واحد من بوركينا فاسو، خالتكم كانت تخاف منه وكده مو أسود، أي والله تخاف منه. فالمهم فهذول كلهم ما شاء الله طلاب، يروح واحد يجي واحد، يروح واحد يجي واحد. ماليزيا، طيب ليه عم تعلم اللغة العربية؟ لأنه مسلم. ليه عم تعلم اللغة العربية؟ نحن العرب وسوريين وبتلاقينا مقصرين، إيه ما بيدرسونا إياها بالجامعة، وإذا ما درسونا بالجامعة. في دراسة للأمم المتحدة، دراسة يعني مؤسسة مؤسسات الأمم المتحدة، يقول كل اللغات مهددة بالزوال إلا العربية ولها صعود. الدول مو مهتمة فيها، لكن الأمة حتصعد واللغة ستصعد. ولو ما كانت اللغة، لغة القرآن كانت ذهبت منذ زمانين بعيد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم كلاما طويلا، يعني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته. هذا حديث دائما مختصرة، أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم يقول. فالأحاديث الطويلة الطوال الركيكة
التي وضعها القصاص الذين يقصون الحديث، يعني بيحكوا حكاية، يعني حكى وافير. انت لحالك، انا وقت تسألني زوجي هذا الحديث شو سنده، ضعيف موضوع، فلما بطلع عليه بقول له غالبا هذا الموضوع، بس انا خاف من الله اني اتسرع فعلا، براجعه وشوفه وعطيه ماذا قال فيه اهل العلم. لكن من من من, من طوله الشديد ومن ركاكته تستدل انه موضوع. قال: الا حيث يظهر امره كالاحاديث الطوال الركيكه التي وضعها القصاص او ما فيه مخالفه للعقل او الاجماع. يعني هن اللي وضعوا الحديث احيانا تدخل فيهم الشهوه. واحد مثلا عم بيع باذنجان، ما حدا عم يرد عليه، عليكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيجيب سند كمان بيحطه، عليكم باذنجان فانه شفاء من كل داء، بيمشي بين الناس. واحد كان ببلد، هي بيضربوها بالامثله على الاحاديث الموضوعه، كان ببلد كل اتباعها حنفيه، اجى رجل من اصحاب الشافعي فانتشر المذهب الشافعي، فهذا يعني العصبية غلبته، فقال حط سند، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس، هو أشد عليها من إبليس. بين هذا الكلام، ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ويخرج في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمتي، هو سراج أمتي. فهذا الحديث من الأحاديث الموضوعة. طبعا نحن نحب أبا حنيفة ونحب الشافعي ومالك وأحمد وكل الأئمة، ونحطهم على رأسنا من فوق. طيب، وأما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة، تفضل ابني. لا تعال عندي لهم. أنت ما؟ لا محمد. نعم. وأما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة فيصح إذا وجدت الطرق المعتبرة لهما في ذلك، وينبغي التوقف عن الحكم على الحديث بأنه غريب أو عزيز لصعوبة الإحاطة بطرق الحديث واستقصائها. كافي، الله يعطيك، خليك عايز قدام اللي يجي لي بعدك. وأما الحكم للحديث بالتواتر، أنتم بتعرفوا شو الحديث المتواتر؟ الذي مثل القرآن متواتر كله، الذي يرويه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، كلهم ثقات، عن جمع من أوله إلى منتهى. يعني مو قال فلان أخبرنا فلان، لا، جمع. هلا القرآن كيف جاءنا؟ بالتواتر اللفظي والتواتر الكتابي، يعني لفظا الحفاظ كلهم نقلوا لنا القرآن الكريم. إذا قتل في معركة اليمامة 70 حافظا للقرآن، ما تقدش الحفظة، فأعدادهم كبيرة، فكلهم رووا نفس الآية. وأيضا الكتابة، كل النسخ متفقة مع بعضها. روح على الشام، على حلب، على دمشق، على حمص، وين بدك تروح، وين ما بدك تروح، صوت الله، دور، اطلع على عنتاب، على اسطنبول، على أنقرة، على الريحانية، روح على كوسوفا، تلاقي نفس النسخة من القرآن اللي أنت عم تقرأها هون بالمركز، تلاقيها مع العراق، وتلاقيها بكوسوفا، وتلاقيها وين؟ عند مجمع سلطان العلماء، وتلاقيها بإتقان. وين؟ في واحد حفظ قرآن غير القرآن اللي نحن عم نحفظه؟ أبدا. هذا التواتر. تبانا. أما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة، شو الحديث المشهور؟ اللي رواه أكثر من اثنين لكن لم يبلغوا حد التواتر، أكثر من اثنين لكن لم يب... يعني التواتر عدد عظيم كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب، فبعضهم قال 9، بعضهم تبانا، فأكثر. فهذا الحديث المتواتر. أما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة فيصح. إمتى بيصح؟ قال: إذا وجدت الطرق المعتبرة لهما في ذلك، في ضوابط. أما تقول لي حديث من اثنين وهو مشهور، لا. تقول لي حديث من ثلاثة وهو متواتر، لا. انتبهنا. على أي حال، وين اختلف يعني في عدد التواتر. أما الحديث الغريب والعزيز، أنتوا عم تكتبوا، إذا ما بتكتبوا مستفيدوا.
وأما الحديث الغريب والعزيز قال فينبغي التوقف عن الحكم على الحديث بأنه غريب أو عزيز لصعوبة الإحاطة بطرق الحديث واستقصائها. شو هذا الحديث الغريب؟ حديث الغريب قال هو ما يتفرد بروايته راوٍ إما في كل طبقة أو في بعض الطبقات، انتبهنا؟ فهذا شو سموه؟ غريب واحد. أما في كثير من الأحاديث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، اثنين، ثلاثة، أما تفرد ما بغيره سمعها عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما بغيره رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جالس عم يتكلم أقل شيء في اثنين في ثلاثة، أما واحد رواه وما في سند آخر إجا، وبنفس الوقت رواه عنه تابعيون واحد مو أكثر من واحد، فشو نسمي هذا حديث غريب؟ قال الحديث الغريب هو ما يتفرد بروايته راو واحد إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة واحدة ولا تضر زيادة عن واحد بعد ذلك. يعني لو طبقة من طبقة، تعرف شو معناها الطبقة؟ يعني السند هلا سليم عن ضياء عن هذا كل واحد منهم اسمه طبقة، انتبهنا؟ ولا تضر زيادة عن واحد في باقي طبقات السند لأن العبرة للأقل، ما دام في طبقة فيها واحد فهذا اسمه غريب. يعني ينفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد، وينفرد بروايته عن الصحابي تابعي واحد. طيب الغريب بيكون يعني مو صحيح؟ لا، قد يكون صحيح، قد يكون حسن، قد يكون ضعيف. هلا من الاحاديث اللي نحن بنعرفها غريب في اوله حديث انما الاعمال بالنيات في البخاري اللي ذكره الامام النووي في الأربعين النووية، انما الاعمال بالنيات، قال هذا غريب في اوله، في اول الحديث في غرابه، يعني رواه عن الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وعن الصحابي تابعي، أو في آخر أحيانا بتكون رواه أكثر من واحد بأوله لكن بآخره رواه واحد، بدأ الحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نعم. شلون رح نفرق بين الحديث الموضوع والحديث الغريب؟ لا ابني، الموضوع دنيا والغريب يا ابني، انا عم بحكي على السند. حديث الموضوع فيه راوي كذاب. نعم. كذاب. طب شو معنى كذاب؟ يعني من كذب، النبي عليه الصلاه والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا اصلا يقول العلماء نحن تجاوزا نقول له حديث وليس بحديث، ما دام في كذاب. يعني رواة الحديث نحن مر معنا هو ما اتصل حديث صحيح ما اتصل سنده بالعدل الضابط عن نسله من أوله إلى منتهى ولا لم يكن شاذا ولا معلق بالعدل عدل تعرف شو معناه عدل؟ لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. أما كذاب سقطت عدالته، ما في عدالة، كذاب بعيد من هون. يعني طب أنا يلا محمد تعال عندي. ها العزيز ما شرحته، عود ابني عود. العزيز يعني كلمة عزيز يعني بيقول لك المادة عزيزة، القطعة عزيزة، يعني بتجيب مثلا سيارة قديمة كثير بيقول لك هي عزيزة قليلة، فهذا لا يرويه يعني ما يزيد عن اثنين، فاثنين عن اثنين صعبة، لذلك سمي عزيز لأنه نادر، يعني كلمة عزيز يعني نادر، يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، انتبهنا؟ ذلك هو سمي عزيزا، وكأن أحدهما يعزز الآخر أيضا، كما في له معنى آخر أن أحد الراويين يعزز الآخر يقويه. طيب قال حديث العزيز هو الذي لا يرويه أقل من اثنين، إذا واحد لا صار غريب،
تبانا؟ لا يروي أقل من اثنين عن أقل من اثنين، أي يروي اثنين، أي ما يروي اثنان عن اثنين في أي طبقة من طبقات الإسناد. هلأ إذا إجا كله هذا عزيز عزيز، إذا كله اثنين 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 هذا نادر يعني، تبانا؟ لكن اثنين عن اثنين في أي طبقة من طبقات الإسناد اسمه عزيز. طيب إذا رواه اثنين عن اثنين وبعد ذلك رواه عن أحد اثنين اللي روي عنهما أكثر، هذا شو صار؟ لأنه قلنا ثلاثة المشهور، صار عزيزا مشهورا. مثل إيش؟ اللهم صل على سيدنا محمد. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن آخر شيء آخر أمة، لكن يوم القيامة أول أمة وأكثر أمة وأعز أمة، أكثر أمة بتتبع نبيها هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام. في أحاديث بهذا المعنى. عرفنا ابني؟ تفضل اقرأ لنا فائدة. فائدة: قولهم أصح شيء في الباب كذا لا يلزم منه صحة الحديث، فإنهم يقولون هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفا ومرادهم أرجحه وأقله ضعفا، ويعرف مرادهم بأعلى الأصحية أو الأصحية الأصحية أو بأخف الضبط من القرائن المحيطة بالباب. طيب أصح شيء في الباب، مين بيتذكر درس الشمائل مر معنا كلام الإمام الترمذي وهذا أصح شيء في هذا الباب؟ وهو يعني أصح يعني لا يلزم من كلمة أصح أنه صحيح، أصح يعني قد يكون ضعيفا لكن هي أقل ضعف. لذلك حديث أبو رمسة اللي مر معنا في الشمائل المحمدية في باب ما جاء في شيء في خضاب، ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظن حديث رقم 44 أول حديث بعد العنوان بعد يعني الترجمة، حديث أبو رمسة يقول بعد ذلك الإمام الترمذي هذا أصح شيء في هذا الباب وهو يخالف الروايات الصحيحة، إذا ليس صحيحا. لكن إذا نظرنا في من قال بأن تكلم بهذا الموضوع خضاب النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنه أصح ما ورد في هذا الباب مما وقع تحت يد الإمام الترمذي، هذا أصح شيء في وهذا، هذه العبارة تكثر عند من؟ عند الإمام الترمذي. نعم. قال لا يلزم منه أن يكون صحيحا، قد يكون ضعيفا لكن مرادهم أرجحه وأقله ضعفا، أقل ضعف من غيره، هي عبارة لازم نحفظها، وهذه يعني عرفت واشتهرت عند الإمام الترمذي. ويعرف مرادهم بأعلى الأصحية أو بأخف الضبط من القرائن. أفضل الصحيح اللي موجود في البخاري، انتبهنا؟ طبعا في قرائن لما تقول لي رواه البخاري معناته هذا أصح، طيب قد ما قد يكون بقوة البخاري لكن مروي عند غير البخاري، مو هيك؟ خرج عند غير البخاري، ممكن هذا الكلام، في أحاديث وافقت شرط البخاري ولم يخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم، أو يعني حديث حسن، كيف يعرف أفضل الصحيح أو أقل الصحيح؟ قال يعرف ذلك بالقرائن. هذا علم، يعني احنا عم نعطيكم اليوم هذا العلم، يعني بيحب يتابع بيتابع إن شاء الله ربي بيوفقه، هذا علم حلو، لكن هذا العلم لا يكون إلا لمن أحبه، يعني انتبهنا؟ لكن أنا أريدك أن تعرف ما معنى الحديث الصحيح، ما معنى الحسن، ما معنى الضعيف، ما معنى الحسن لذاته. الدرس القادم إن شاء الله الحديث الحسن وبعد منه أنواع الحسن، فأنا أريدك أن تعرف هذه المعاني حتى لا تكون جاهلا بها، وهذا من تمام الدورة. نعم.
طبعا لازم هلا كان بحلب دكتور نور الدين عطر ما شاء الله، وكان سيدنا الشيخ عبد الله سراج